السلام عليكم ومرحبا فيكم في الحلقة التاسعة من تختيم لعبة Resident Evil 5. يلا بدون مقدمات زيادة خلونا نكمل. مرحلة السفينة على متن شيب دك. شكلها مرحلة مزعجة للغاية. طبعا اتوقع الباص هالمرحلة بيكون اكسلا. اوف ما شاء الله كنت بموت. Using a ship like this would give away their position too soon. We must have another plan. ما شفت الصواريخ يبغوا يطلقوه. قنابل. يا شفا. اوف على طول. شافه ممكن نش توقفين نش تطلق عليه. دقيقة الحمار ده اللي فوق راويك انت. مات. اوهو علينا. علاش بالكلاب يا شباب؟ هلا دبدوبي. لو سمحت كل يا دوغي دوغي. او بينفجر بينفجر. وشو هذا؟ تبعد عني. أنا على مصنامك. أهلا صديقي وين رحت؟ روتن معفنة. اي يلا ساعدني دي. اما اني غبي. اوف مشكلة ما انا شايف اللي قاعد يرمي القنابل علينا. وينك؟ فوق هنا وانا ادور. ها يا حيوان. شبه تعال عالجينا يلا. اوف ما مت انت له. وين اروح انا الحين؟ كيف ما جيت جنبه ما طلع لي الزر. مقفل احتاج كي كارد. اوكي كي كاردو نروح ندور على الكي كارد. شوية مساعدة يا شفا لو سمحتي. ما تقصري. خلاص. فخ فخ. اوه علينا.
وين لين مو قنابل؟ هذا اللي يخوفني انا. الكي كارد كرين كي كارد. مو نرجع ها؟ هذا الكرين. بس كيف اوصل؟ اي بونا طخه. لحظه بس يا شباب. هذا كيكي كاردو. لحظات يا شفا لحظات. Go away. ثواني ثواني يا شفا. اهلا حبيبي. اوكي جاي 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 يا شباب. ماكاكولي وينك ماكاكولي؟ ما مات؟ لا زين مات. فكرت بعد. يلا يا شباب انت حرة. يمكن المفروض اني ما طلعتش. تأكد ثانكس. لحظة بس لحظة. شوف لا في شي تغير هنا. ان في كم خزنة هنا نقدر ناخذها علشان الفلوس. اذا ما شفنا باسس خلينا نستخدم الماجنوم على هالاعداء العاديين. هذه الخزنة الأولى فيها 3000. أوتش. خلص خلص هنروح خلينا نروح. شفا؟ اوكي يا هالدباب. سيت داون. والحين؟ ممكن يبغون نروح من فوق. بما ان رفعناهم. هذا. لحظة لحظة لحظة. شفا كيف اخليها شفا تروح هنا عشان تعبر؟ اوكي هي تروح من جهة وانا من جهة. ايوه والله طلعت شوي في نمخ بس شوي مو واجد كذا تفرقنا. لكن وراش يا شفا وراش يا شفا. وانا ورايك كيف ما طلعت صوت انت؟ خليني بروح منه يمكن في في ال لا 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 الخزنة الثانية اللي في بيكون فيها ريالين. هلو بيسوي لي مفاجأة. كيوت المفاجأة حقتك. يلا 3000 مو سيئة. خلي ولي يا شفا تعالي. اوكي اخيرا ندخل داخل المكان.
او الراس متاهه هالمكان ده. دخلنا داخل السفينه نشوف ايش فيها من داخل. يا اكسلما استلم ما ادري ايش اسمش جايين يكفخش قريبا. وهذا وعد. Once he knows we're here, he'll find us. And how do you know that? Let's just say we have a history together. Yes, you do. He must have done something to really piss him off. It goes a bit beyond just pissing him off. So, are you going to tell me what happened? Maybe. But not until after we put an end to all this. Deal? Okay, but I'm holding you to that. Deal. There you go. يا حبيبي عندي يلا ما احتاجه ما تحتاج شيء شايفه عند الشاتجن وانت ما تستخدم الشاتجن اصلا. كاتسين. اها حصلناها بسرعه والله ما توقعت انا. خلق على رجولها وخلوها تصير شو اسمه مشلوله ما تقدر تتحرك وتت سالفه. والله انكم اغبياء لو طلعتوا عليها من اول ما شفتوها انتهت السالفه. وين هي تاف؟ انتم اغبياء. ما هي قويه هي. هذا الفيروس كوشن. لا هذا حق وسكر. هذا جرعات عشان يخلوا الفيروس لداخل وسكر تحت السيطرة. ما في وقت. القناص يخلص كل شيء. وين الباقي بعد؟ هو ولا نسكرة ولا 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 اشتغلوا 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 اشتغلوا. اوكي هلو فرندو. القناص هو صديقي في هاللعبة صراحة. في بعد باقي شعب اعطيني مساحة بليز لا تلزقي فيني كده. يا اولاد هالذين سووا لنا كمين. هذا خلاص انفجر. ها ما بيخلصوا. ها وينك؟ يبغى نروح هنا. ها شبه تعالي. sit down get luck. ما في احد. اوكي دوري لود بس سريع سريع. بسم الله. شوي شوي يا شبه.
بتحوله. شافه خسر كل الرصاص علي انا. مزعجة حد ايش صايرة. لا باباي ولا باباي. اجي نمجة ثانية. اوف. جابوا حق رزنت ايفل 4. كل شي تقليد صراحة. شفا شفا يهل يهل ما وش اقول عنه شانا حبيبي. اعرف مكانك. والله ما اخليك. مت سريع والله. قتل نفسه بنفسه بالقنبلة. ها الما يفهم تان كيركي كارداي. اوكي اعطانا شي مهم يعني لازم نقتله. في باب هنا روح منه. احتاج بطاقة ثانية. ها اوكي كارد هنا. اي والله الكي كارد هنا ما توقعت. دقيقة احنا ما جينا من هنا. فيها كم امو. كويس كويس شبه. اوه رجعوا. شايف راسس راسس. اما انش وش اقول عنش انا. وينك وينش يا اكسلة. وصلنا. وسكر وصلناك لو بعدنا. Yes we have. بوصل غصبا عليك يا وسكر. ذكريات مرة ثانية. You. Are you saying I was manufactured? I was to become a god. انت god. استغفر الله. Creating a new world with an advanced race of human beings. However, all was lost with Raccoon City. Despite the setback, your creation still holds great significance. Ouroboros. Now my candle burns dimly. Ironic, isn't it? For one who has the right to be a god. استريح حج سبنسر استريح. Is
now mine. ما حدش تقتله عشان ان تكون انت يعني ما ادري ايش. هو اوريدي يبين انه بيموت. You don't make me laugh. من هو انت يعني بتقول؟ The right, the left. I have that right. منشوف. اوكي 6-2 رجعنا لداخل برا السفينة. اوهو علينا. باص؟ اتمنى في باص لان مليت من الاعداء العاديين. اها ستيلا مالي اكسلا. Excella. What's going on? What I've done so much. Starfish. All for you. Chris, how nice of you to join us. Chris. Don't worry. Your mission is at its end. Ouroboros is on the eve of its appearance. 6 billion cries of agony will burn the new balance. Sorry, Wesker, but not on my watch. لعب عليش الهبلة. I thought they were puns. Wesker doesn't give a damn about anybody but himself. Soon, even you will understand, Chris. One glimpse of my new world, and it will all make perfect sense. Show yourself! Unfortunately, it's too late for you. Too late. You will not live to see the dawn. Sorry, Excella. But it appears Ouroboros has rejected you. Ah. You have been an excellent asset. I have one last task for you. Albert! Off. The hell? The hell? Old friend. تاخذ كل هالجثث. يصير عملاق عجل. اوبا 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 تن 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 تن. كأني أذكر هالباص بعد. dead end. بم بم. من قاتلها على سطح الهليكوبتر. هليكوبتر باد. نهشنا ها. So now what? Do you think our weapons can hurt that thing? I don't know. ما اذكر ان ما خلوني حتى اضغط. اتوقع في الصعوبة اعلى من هذه خلوني. Come on.
يخلوني انا اسوي داج. زين صوت اشوف الشبه اشوف ايش فيش. ايوه مو مشكلة، اللعبة موفرة لنا اشياء. It's so big Sheva. How are we gonna deal with it? كلهم ميتين؟ لا والله مو كلهم ميتين. كان وش كارد يعني كان لازم نقتلهم. كي كارد حق الجسر. اتوقعنا وصلنا خلاص. يلا يا شفا here we go. boss time. no. بعدنا باقي بعد قتال. here we go. اها 1 2 نقاط الضعف هذه. دمرنا واحدة. ها دقيق وش هذا؟ اوف وش وانا اسوي؟ ها؟ اوف شارجن قاعد جهازي كفو. اوف لا دوس عليهم لا دوس على ايديهم. اوكي الحين طلع الحقيقي هذا وين جسم استلا اكسلا. دقيقة اتشارجن شارجن لاكان لاكان لاكان. هل نحتاج بس هذا السلاح؟ اوكي نو ثلاث اربع يا ويلي. أبافني دقيقة يبغانا نركب فوق. كان يبغانا نطلق هاي. كان يبغانا نطلق عليه قبل لا نجيب العيد. ها جبنا العيد يلا. There it is!
كفو. انا بركب فوق احتياطا. عندش وياهم. خليش تحت، لا تركبي شبه، لا تركبي. افتح. الحين ننط تحت. المرة الثانية يمكن يحتاجون نطلق عليها شيء ثاني. لما يشحن ال دقيقة، الحين لو طلعت الجهاز يحطوه. جيمي 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 جيمي. تن 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 تن. اشحن انت. لحظة، دولة بأطلق عليهم بالقناصة وبالماغنوم. آه كده تمام. أعطوني جهازي. هذي أوكي، همشي صبنا. خليني اركب فوق دقيقة، نغير. انت موت. اوكي انطفيتوا كلكم. يلا اشتغل عشان اطلق عليكم. اها. بوي كم باك هير. نايس. Sit down. Ouch. هذي لا تحركنا يروح. Pick up my weapon. بقي واحد لو اثنين. انا اشوف بس اثنين. اوكي اثنين اثنين. اوكي. نايس. بقي واحد بس، تعالي نطلق عليه. اتوقع ثلاث مرات وبتموت. اتشارجن. قريب 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 قريب. stay still. خليك ثابت. اوف اوف. نايس. نايس. كمان نحتاج ان نخلي يولع. اوتش. يلا يا يلا يا هيا بنا. يور ديد. باقي بعد. ما اشوفه ما اشوفه مات. ما مات. اوكي. One more. Two more. Three more. Nice. يلا يلا دقيقة دقيقة بس. خلنا نركب فوق. نغير الاتجاه. البوزيشن.
Stay still. Ah. Nice. لا نزلت. اهرب اهرب. يلا قريب مفروض قريب. هذه اخر مرة مفروض اخر مرة. هيا بنا هيا بنا هيا بنا. سوي ايم. اها. بوم. ما خلصنا الى الان. يلا طلع واحدة اثنتين. وقف. نايس ضربني فجرته في نفس الوقت. شفاعة الجينة. لا باقي 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 واجد. Not today. Ah, يمكن today. أبغى هذا يروح عنا عني. عالجينا عالجينا. بيجي علينا. Okay يا يا ما أدري وش أقول عنك أنت. أنا ما أتوقع إني لعبت اللعبة دي على بروفيشنال. أتوقعها بتكون مرة صعبة على بروفيشنال. Five, four, three, two, one, boom. Done. Okay. يعني ما تحتاج آمو في هالباص، تحتاج بس هالسلاح ومع السلامة. أوكي وصلنا لنهاية الحلقة التاسعة من تختيم لعبة Resident Evil 5. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تحطوا لايك، ولا ما أنتم مشتركين في القناة لا تنسوا تشتركوا. إن شاء الله بأشوفكم في الحلقة الجاية. مع السلامة.